هل لك من مثال آخر؟ مثال بقى أنا بعتبره مثال صارخ بصراحة، وهو مذكور في سورة الأحزاب بالذات، زواجه من زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش دي كانت زوجة ابنه بالتبني اللي اسمه زيد ابن حارثة. وتحكي كتب السيرة وتحكي أيضا سير أمهات المؤمنين، تحكي عائشة عبد الرحمن أيضا في كتابها، إن النبي راح يزور ابنه زيد بن حارثة، فالباب بتاع البيت بتاعها شعر، فالهوى طير الشعر، فرآها النبي محمد شبه عارية، فشغل بها، وعندما خرجت لتقابله سمعته يتمتم ويقول سبحان مقلب القلوب. فلما جه زيد قالت له ان النبي كان موجود، قال لها طب ما كانش دخلش ليه؟ قالت ده حصل كذا كذا، وقال مقلب القلوب. فرح له قال له اتريدها يا رسول الله؟ قال له امسك عليك زوجك. ونزلت الايات بقى الغاء ان البنوه البنويه من الاسلام كليه، عشان خاطر ما يبقاش يتجوز بنت مرات ابنه بالتبني. نعم، الغاء البنويه، وكل واحد يتسمى باسم ابوه. ونزلت ايه تانيه انه يتجوزها. صوره في سوره الاحزاب، ازاي انت بتخفي ما وضعه الله فيك؟ وفي البالتوك برضو بيقولوا لنا لا الله هو اللي حط الحاجات دي في قلبه. الله، ايوه احنا يعني هو الله هو اللي بيحط الشهوه. ده الله بيقول لك من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، يبقى هنلبس ربنا تهمه، يبقى قال له اشتهيها وشغل قلبه بيها. ونزلت الايه وطلقت البت من جوزها واتجوزها، ويعني الوضع يعني هذه ما تقوله الكتب. هذه ما تقوله الكتب، بس انا بحط عليها علامه استفهام، وبتمنى حد من العلماء المسلمين يوضح لنا برد منطقي ويريح مخنا ان لا ده كان كده علشان كده وعشان كده وعشان كده. ردود منطقي شيء يسعدني. نعم.